موجز 9 يأتيكم من إكسترا نيوز. التاسعة صباحا، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه منا مستشار النمسا كارليني هامر، حذر الرئيس السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأنه تم خلال الاتصال استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد حرص مستشار النمسا في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين البلدين. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة إن فريقا تابعا للأمم المتحدة أجرى تقييما في خان يونس في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من ذلك الجزء من جنوب قطاع غزة. وأوضح المكتب أن الفريق أبلغ عن حدوث دمار واسع النطاق في المباني، بينما تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية. وأكد الفريق أن الشوارع والأماكن العامة في خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة، ما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين. أعلنت أكثر من 250 منظمة إنسانية وحقوقية أنها ضمت صوتها إلى رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف فوري لكل عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ودعت المنظمات إلى وقف فوري لإطلاق النار، مضيفة أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفي بمسؤوليته في الحفاظ على السلام العالمي والأمن. نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد على إسرائيل بطريقة تهدف إلى تجنب التصعيد الكبير. وفي الوقت نفسه قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب سترد مباشرة على أي هجوم إيراني. تأتي التصريحات المتبادلة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع شهر أبريل الجاري. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد. تصريحات بوتين جاءت خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي أشار إلى أن المبادرات الروسية للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا ستجد تجاوبا مع العسكريين الأوكرانيين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضربات التي تشنها موسكو ضد منشآت للطاقة في أوكرانيا وتسببت بانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي تأتي في سياق العمل على تحقيق هدف الكرملين بنزع سلاح كييف. وأضاف الرئيس الروسي أن الضربات تأتي أيضا في إطار الرد على استهداف أوكرانيا منشآت طاقة روسية بسلسلة من الضربات في الآونة الأخيرة. كانت أوكرانيا قد أعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 200,000 مشترك إثر أكثر من 10 ضربات صاروخية شنتها روسيا على مدن خاركييف وكييف وزابوريجيا وفيف دون سقوط الضحايا البشرية.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك التي تربط واشنطن ومانيلا. وأصدر الرئيس الأمريكي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة جدا. هذا ونددت الولايات المتحدة واليابان والفلبين بما وصفوه بالسلوك الخطير والعدواني لبكين في البحر الصيني الجنوبي، وذلك في بيان مشترك بختام القمة الثلاثية. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نعود الآن مجددا إلى هشام وسمر لاستكمال باقي فقرات البرنامج. إليك سمر.